ضمن دورة تدريب المدربين الدفعة 172 الآن لدينا تمرين عن إيقاعات الصوت والتعامل مع إيقاع الصوت. كما تلاحظوا الآن الزملاء كل زميل يحمل معه في يده كرتين، كرت أحمر كرت أخضر، ويؤشر زميله بعملية رفع التون رفع النبرة وعملية أيضا ضبطها. هذا التمرين يساعدنا بشكل كبير جدا على التحكم في نبرات الصوت وتأثيرها في عملية التدريب. الزميل الآن يؤشر زميله نبرة مناسبة أو نبرة غير مناسبة. كما تلاحظوا الآن المدرب المساعد يقوم بعملية إعطاء توجيهات للزملاء في عملية الإيقاعات نبرة الصوت. كما تلاحظوا كل اثنين من الزملاء الآن في تمرين تفاعل مع نبرات الصوت. هذا التمرين فعال جدا في ضبط إيقاعات الصوت ونبرات الصوت وكيفية التفاعل معه، وسيساعدنا بشكل كثير بإذن الله سبحانه وتعالى في عملية التفاعل مع نبرات الصوت. كلما مارسنا أكثر، كلما كثفنا الممارسة، كلما ازدادت مهاراتنا أكثر بإذن الله سبحانه وتعالى، وازدادت قدرتنا على عملية التنسيق، وازدادت قدرتنا بإذن الله سبحانه وتعالى على عملية تنفيذ البرنامج بجودة أكثر.